اليوم رح نحكي عن العقم عند الرجال وعند النساء وبعض الأخطاء الشائعة. أكيد رشا، موضوع طبي وصحي جدا مهم. عم نحكي عن العقم، واليوم يمكن موضوع بهم كل السيدات والصبايا اللي عم يتابعونا، اللي عم يكون حلمهم الأمومة ولكن هي المشكلة عم تكون موجودة العقم. رح نوضح عنه أكثر، عن أسبابه، وخصوصا أنه ممكن تكون الأسباب معروفة أو مجهولة نوعا ما. ممكن تكون بسبب العمر أو بسبب اضطرابات هرمونية أو أمراض معينة. رح نحكي أكثر عن الأسباب وعن الأخطاء الطبية الشائعة والتحريض الجائر وغيره من الأسئلة اللي رح جاوبنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور هيثم عباسي، اختصاصي أمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور. صباح كل عام وانت بخير. والخير لكم وكل سنة وانتم سالمين. يسعد صباحك لجميع المشاهدين، كل عام وانتم بخير وعام شديد ان شاء الله على البلد ولهالدولة. إن شاء الله بيكون يوم سعيد وعام سعيد وسنة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله أمين دكتور. يسعد صباحك بداية، مثل ما قلت لك إن شاء الله أمنياتنا اليوم الأمنيات السوريين هي واحدة للكل، فيا رب هيك هذا السنة تحمل الخير للجميع. خلينا نروح لمحور حديثنا لليوم ونحكي عن العقم. بداية نعرف طبيا قبل ما نروح للأسباب ولا المشاكل اللي ممكن تؤدي إلى العقم. أول شيء تعريف العقم بشكل عام العلمي هو وجود علاقة جنسية بين زوجين لمدة عام بشكل متواتر متوازي، وعدم وجود نتيجة لهذا العلاقة جنين. وطبعا هذا التعريف له علاقة بعمر السيدة، إذا كانت من أعمار دون 35 بإمكانها أن تنطر سنة، أما إذا كان الأعمار فوق 35 سنة فمنقصر فترة المراقبة والمتابعة حتى الأربع خمسة شهور. تمام دكتور، بعد ما تعرفنا عن العقم بشكل طبي خلينا نحكي أكثر عن الأعراض. في اليوم أعراض أو علامات ممكن تظهر عند السيدة أو الرجل نعرف أنه عندهم عقم، في أمراض معينة، في عمر معين؟ طبعا هو مثل حكينا التعريف، العقم هو نتيجته فشل علاقة بين الزوجين. فحتى نحصل على تشخيص العقم في عدة أمور للسيدة، الأمور الأساسية هي انتظام الدورة، عدم وجود مشاكل طمسية، أعضاء التناسلية الظاهرة كلها تكون سليمة، العلاقة ما بيكون فيها مشاكل. أما عند الرجل أن يكون بإمكانه أداء واجبه الزوجي وما يكون عنده مشكلة بعملية الخصوبة، يعني بتحليل السائل المنوي. مشان هيك نحن الأعراض السريرية أحيانا ما بتكون واضحة، وبتكون الأسرة عم تمضي أوقات طويلة من الراحة على أساس غدا وبعد غد وعام وبعد عام. للأسف شيء هذا كله خسارة للزوجين، بجوز يؤدي لمشاكل عائلية واضطرابات أسروية. مشان هيك لازم البحث مباشرة بعد الفترة اللي قررناها بين الستة لست شهور، البحث مباشرة ليس الاعتماد فقط على الأعراض الظاهرية. طيب دكتور خلينا نروح لرحلة ما بعد العام أو بعد الست أشهر مثل ما ذكرت حضرتك. اليوم وقت الشاب والصبية ما بصير عندها حمل الصبي فبتروح للطبيب. أحيانا بيكون في من الأخطاء من طبيب لطبيب آخر، يعني ممكن تصير بعض الأخطاء الطبية مع احترامنا لجميع الأطباء اليوم تكون ايضا هي سبب العقم. يعني بجوز القصه بحاجه لحل بسيط، بجوز قصه هرمون، خربطه هرمون، نظام غذائي الى اخره، ولكن هل بعض الاخطاء الطبيه ممكن تكون سبب هذا العقم؟ طبعا اول شيء الخطا الشائع جدا جدا عن اطباء النسائيه وهو استخدام التحريض في بدايه المعالجات، رغم انه هذا الشيء ليس له اي شيء من الصحه. حتى نحن نحرض لازم يكون في أسباب للتحريض. فهيك وهيك الأنثى كل شهر عندها عملية إباضة، فما نبي حاجة لتحريض أكثر من جريب أو جريبين أو ثلاثة وأربعة. فإذا كان في عندنا نتيجة إيجابية للحمل تحدث من بيضة واحدة، فالتحريض الغير مبرمج والغير الصحيح حتكون فيه خسارة كبيرة للأم للزمن ولاحتياط البيوض وللحياة العائلية. الموضوع الثاني وهو الفحص للسائل المنوي، وهو يجب أن يجرى أول الفحوص وليس آخر الفحوص للتأكد من وجود النطاف الفعالة والنشيطة التي بإمكانها أن تلقح البيوض.
معناتها هي اول شيء. الغلط الاول هو التحريض الغير صحيح بغير وقته. الغلط الثاني التداخلات الجراحيه التي لا تتناسب مع وضع المريضه. يعني مثلا اذا كان في اورام ليفيه بسيطه صغيره سم 2 سم بامكاننا نحن التغاضي عنها ما دون الدخول مباشره عليها. ثلاثه التدخل بعمليه التنظير لباطن الرحم وعمليه تنظير المبيضين. كمان هو لازم نقرر نحن ونميز بين مبيض متعدد الكيسات والافات المرضيه الاخرى. فنحن اذا بدنا مثلا كان عندنا مريضه عندها مبيض متعدد الكيسات او اذا كان في عندنا الجريبات البروتينيه كثيره موجوده على المبيض بامكاننا نعمل ثقب او اثنين تخسير نقطه او منطقتين لتخفيف الضغط اللوتيني ضمن المبيض وتحسين عمليه الدوران الاباضي عند المراه. معناتها هون نحن عندنا اربع حالات صاروا. بيجي الحاله الخامسه هي وهي التاكد من عمليه الغده الدرقيه. للاسف الشديد بيجينا كثير حالات عقم تعرضوا لتحريض، تعرضوا لاعمال جراحيه، ما في عنده فحوصات لا للدرقيه ولا لهرمون الحليب وهن من الاساسيات المعالجات الموجوده للبروتوكولات التحريض لاحقا. معناتها هالامور هي كلها يجب تلافيها ومن ثم بنفكر بهالحاله هي فيها عقم ولا ما فيها عقم. تمام دكتور، خلال حديثك ذكرت عن التحريض وقلت انه لازم السيده تبعد عنه كحل اولي، طيب شو هو التحريض الجائر؟ خلينا نوضح عنه اكثر وايمت فعلا ممكن نلجأ له. يعني للاسف الشديد انا كثير من خلال تجربتي انا ان كانت بالجامعه ولا بحياتي الخاصه بيجينا حالات كثيره متزوجه الفتاه من فتره السنه تعرضت للتحريض ليس اقل من 7-8 مرات. طيب هي المشكله نحن ندرس الدراسه علميه مشان شو هذا التحريض يعني صار؟ اذا نحن ما بنعرف اول شيء في نفوذيه للابواق ولا ما في نفوذيه؟ هل يوجد حركه بالسائل المنوي ام لا يوجد حركه بالسائل المنوي؟ هل السائل المنوي سليم ولا غير سليم بتعداده وباشكال النطاف واشكال الفيزيولوجيه؟ هل الامراه عندها هرموناتها مضطربه؟ هل الدوره الشهريه عندها منتظمه؟ هل بطانه الرحم سليمه؟ للاسف الشديد البدء بالتحريض ومن ثم يعني صاير فينا شلون كثير عن يصير حالات صراحه نحكيها. الواحد مثل ما بقول يعني اذا عنده مريض قلب بيفتح القلب بيعمل الشونط بيعمل غير اوعيه بعدين بيرجع بيعمل تخطيط قلب. طب اول شيء خلينا نبلش بتخطيط القلب، معناتها اول شيء دراسه الحاله. نحن كل عمليه تحريض هي ارهاق شديد للامراه، ارهاق هرمونات جسمها، ارهاق فيزيولوجيا الجسم. يعني مثلا كثير بتجينا حالات تقول لك مثلا والله انا كان وزني 45 كيلو بعد سنه صار وزني 70-80 كيلو. طبعا التحريض هو كحب ما بيسمن لكن هو بغير فيزيولوجيه الجسم. أكيد. فبصير استقلاب الجسم غير صحيح، العمليه الاستقلابيه غير صحيحه، فبصير تراكم بالشحوم، تراكم بالكوليسترول، فهذا كلياته يسيء لها. وبنفس الوقت نحن حكينا وقت نحن نعالج المراه يجب ان يكون هناك مباشره مع الشريك الجنسي دراسه كامله عن الحاله. عن الحاله. طيب دكتور خلينا بس كرمال نوضح، نحن وقت نقول تحريض نحن عم نعطي تحريض للهرمون الانثوي عند النساء، ممكن عن طريق الابر او يمكن عن طريق الحب، وبتصير مراقبه يمكن كل 3 ايام او حسب المده الزمنيه عند الطبيب. اليوم ايمت ممكن يلجا الطبيب لهذا التحريض يعني؟ هلا قلت لك التحريض هو بحد ذاته اليه زياده عدد البيوض. تمام. لسببين تجرحي، اما نحن عندنا ضعف في الإباضة أو نحن عندنا آلية العملية الجنسية غير كاملة أو عملية الذكورة غير كاملة، فنحن ما نحرض حتى نحصل أكبر عدد ممكن من البيوض خاصة في عملية الإخصاب المساعدة عن طفل الأنبوب حتى نحصل أجنة وجزء من الأجنة بنعمل لها إعادة وجزء من الأجنة بنعمل لها تجميد. أما نوع التحريض إن كان ميكس بين الحب والإبر أو كان حب لحاله هذا يقرر حسب حالة كل مريضة. للأسف الشديد لا يوجد برنامج تحريض لكل الناس بنفس الخطوات. كل امرأة إلى آلية تحريض. يعني مثلا أنا ما فيني مثلا أحرض اللي عنده احتياطي ومخزون بيوض ضعيف مثل مخزون الإباضة العالي. للأسف الشديد يعني كثير نحن بيجينا أحيانا حالات المخزون الإباضي كثير ضعيف عندهم. شو بتكون النسبة يا دكتور؟ يعني شو هي النسبة الطبيعية؟ النسبة الطبيعية لمخزون الإباضة الـ IMH أنتي موليريان هرمون يجب أن تكون من 1.5 لـ 4 بشكل طبيعي بتكون إباضة جيدة. من 4 لـ 6 بيكون مبيض متعدد كيسات، من 6 وأكثر بيكون في مشكلة مبيضية ويجب المتابعة خوفا من وجود أورام. إيه ما تتحدد النسبة يعني خلال عندما تراجع المريضة
طبيب التوليد وخاصة طبيب العقم يجب خضوع المريضة للتحاليل الهرمونية ابتداء من الدرق وانتهاء بمخزون الإباضة ولو أنه مكلف. صحيح عم تدفع تكاليف مادية كبيرة بس عم تندرس حالتك، أما كما عم يحدث غالبا بشكل عام عم تجينا الوحدة متحرضة 10-12 مرة وعاملة تنظير وقت نعمل لحنا فحص للإباضة تبعها عم تطلع الإباضة عندها 0.1-0.2 يعني عمليا هي عمرها 50-55 سنة وهي عمرها 22 سنة. فهون غلط هالشيء هذا كلياته، يعني نحن عم نخسر الزمن ونخسر الفيزيولوجية ونخسر شو حتى احتياط البيوض للأسف الشديد. تمام دكتور، خلينا نروح للعقم عند الرجال نوضح أسبابه، نوضح يمكن قديه موجود اليوم ونسبة انتشاره. هلا العقم الذكري هو 30% من شكل العقم بشكل عام. طبعا للأسف الشديد كمان نحن هون العقم الذكري كثير أحيانا بنظروا له آخر المنظار وهذا غلط، صح غلط مو صح. كما ينظر للعلاج العقم عند الأنثى يجب أن ينظر العلاج العقم عند الذكر. العقم الذكري هو ليس فقط قراءة تحليل السائل المنوي. للأسف الشديد تجينا حالات كثيرة عند التحاليل رقمية، يعني تحاليل رقمية العدد مثلا 15 مليون، الجودة مثلا 50%، الحركة مثلا 12-13%. هذا التحليل غير كافي، يجب أن يخضع الرجل لتحليل سائل منوي مورفولوجي، وهو أن يكون هناك في دراسة مورفولوجية لشكل النطفة ونوعها وحركتها وآليتها ومورساتها. ثاني شيء إذا كان في عندنا ضعف يجب أن لا توصف الأدوية مباشرة لتحسين الخصوبة عند الرجل إلا بعد ما التأكد من هرمونات الرجل. يعني أنا في عندي أكثر من حالة للأسف الشديد عن صرنا عن تعالجوا كذا سنة وبالأخير أنا طبعا بعد كواتسير نحن في عندنا فترة طويلة من عملية العلاج يجب أن يخضع الزوجين لفحص المورسات الكاريوتايب للتأكد من سلامة الأنثوية عند المرأة والتأكد من سلامة الذكورة عند الرجل. أنا أكثر من فوق 40 حالة إجتني بعد فحص المورسات طلعوا كلاين فلتر، طلعوا يعني XXY يعني هدول مثل أنوثة مبطنة يعني شلون. للأسف الشديد وهذا موضوع للأسف الشديد هذا عم ياخذ تحريض عم ياخذ كذا وما له معنى هذا التحريض لأنه هون عمليا ما في يعني ذكورة للأسف الشديد يعني. طيب خلينا نروح للعلاجات المتاحة إن كان عند المرأة أو عند الرجل. نسمع كثير عن الإبرة الظليلية عند المرأة، هل اليوم عم يكون إلى نفع أو لا؟ هي أيضا خلينا نقول إجراء احترازي لكشف أي آلية المبيض. هلا بشكل عام من أحد الفحوص عند المرأة تبدأ أول شيء بالفحوص السريرية، العمر، المهنة، انتظام الدورة، هل يوجد ثر حليب أم لا يوجد ثر حليب، المشاكل الفيزيولوجية التي تعاني منها. الخطوة الثانية الفحص بالإيكو والفحص النسائي. الخطوة الثالثة تبدأ الأوادي الاستقصائية. الفحوص الاستقصائية هي شقين، شق يكون فيه كونتاكت مع المريضة وهو الصورة الظليلة، وشق تحاليل هرمونية. الصورة الظليلة يجب أن تجرى للإمرأة قبل أي نوع أو أي تدخل للتحريض أو جراحي، وذلك لنعرف مسار النطاف والبيوض هل هو سالك أم غير سالك. يعني نحن ما فينا نعمل أي خطوة قبل الصورة الظليلة من التأكد من أنه سلامة الطرق التناسلية وطرق الإباضية سليمة. تمام دكتور، خلينا نحكي عن البحث الإحصائي اللي عم تشتغله حضرتك بخصوص هذا الموضوع، النقاط اللي عم تركز عليها أو النتائج اللي عم تتوصل إليها. حاليا أنا عم أعمل دراسة بحثية إحصائية طبعا وليس سببية بسبب مراجعة المرضى بأعداد كبيرة من الشقين الرجال والنساء بقلة الخصوبة. حطيت كتيجور، حطيت أسباب يعني مختلفة منها العمر، الحالة المعيشية، المهنة، المواد التي تؤدي إلى الإساءة للإباضة أو تحت شكون نطاف ما هي الدخان أو المشروب أو ما شابه ذلك. البدانة بتجي بعدين خصوصية العمل، يعني إذا في بالعمل عنا روائح أو إذا كان في عنا مشاكل كثيرة بالعمل ممكن تؤدي لتحولات وتغيرات بفيزيولوجية الرجل. الموضوع اللي بعد هذا حياة الإمرأة، فترة الزواج، هل هناك أكثر من زواج عندها؟ المهم أنه دراسات فيزيولوجية بكاملها لأنه غير موجود الإحصائية عندنا بالبلد صراحة لك إياها. طبعا الإحصائية راح تكون مبدئيا هلا احتاروا شيء 800 مريض عندي، أنا حاطلة فعليا لتوصل ل 2000 مريض،
حتكون دراسة بحثية إحصائية يجوز نوصل فيها لنتائج بسيطة. من هذه النتائج المتوقعة أنا هو التغير البيئوي، نوعية الغذاء، طريقة استخدام الأدوية الغير صحيحة، المعالجات الغير مناسبة في الوقت المناسب، ويجوز يكون أحد الأسباب ما بنعرفه نحن هو مثل ما صار كورونا وما كورونا، يجوز يكون في كمان نحن نكون خاضعين لتجربة ما بنعرف شو هي. طيب دكتور خلينا نروح للحلول الطبية العلاجية، إيمت اليوم حضرتك تلجأ للحقن عند المرأة؟ إيمت بيلجأ بيكون الخيار هو طفل الأنبوب؟ طبعا نحن بنعرف أن العلاقة الجنسية هي قذف النطاف في المهبل وتخطي هذه النطاف العنق الرحمي والالتقاء بالبويضة بالسلس الوحشي من البوق. نحن نلجأ إلى عملية الحقن عندما يكون هناك في ضعف بعدد النطاف وبالنفوذية، إذا الشلال المخاطي عند العنق قاسي أو كان في عقم مناعي يمنع من مرور النطفة إلى الداخل. فبهالحالة هي نحن بنجهز النطاف ومنظبط التعداد تبعها وبنحط لها مواد خاصة مغذية وبنحقنها جوات الرحم. طبعا هذا لازم يكون اول شيء المرأة خضعت طبعا لصوره ظليله و و و الى اخره، وهون ساعتها نحن بجوز نحرض لكن تحريض لطيف لانه نسبه النجاح تبعه لا تتجاوز ال 14-15% في احسن ظروفها. طبعا هلا في حال نحن عندنا مشكله اكثر من هيك، المشكله كانت للزوجين او لاحد الطرفين، ساعتها بجوز نتخطاها ونلجا لعمليه طفل انبوب. طبعا طفل الانبوب فيه كمان عمليه تحريض تاتو هذه المتره حسب الشوط العلاجي، احيانا يستمر حتى 14 يوم، احيانا بيستمر حتى 30 يوم حسب الطريقه الماخوذه فيها، مراقبه كتله 4 ايام. ولكن هو في نقطه لازم نعرفها انه نحن نحدث عمليه تجهيز قذف البويضات يجب ان يتم باليوم طبعا 11 او 12، لكن يجب اجراء تحاليل مناسبه. للاسف الشديد بيجيني كثير حالات انه اجروا اكثر من عمليه عقم وكان عنده مثلا 10 جريبات و12 جريب و13 جريب. بدنا نحط نقطه واحده، الجريبات لا يعكس على عدد البيوض. نحن بنعمل تحاليل لنعرف ضمن هذه الجريبات هل يوجد بيوض ولا لا يوجد بيوض. هل اليوم بنعملهم باليوم 11 لنعرف انه يا ترى هل احنا هالجريبات اللي حرضناهم 10 12 جريب او 8 جريبات والقياس تبعهم الصحيح، هل هم فيهم اباضه ام لا توجد فيهم اباضه؟ وهون على اساسه يقرر ساعتها إذا في إباضة يقرر أن تستمر الحالة طفل أنبوب أو بدنا نكنسل الحالة حتى لو أخذ تحريض ونهيها. تمام دكتورة، عم نركز على موضوع العلاجات اليوم بخصوص العقم، وحضرتك حكيت عن الحقن وعن الطفل الأنبوب، ولكن كلنا بنعرف اليوم إنه بالطب في تطورات كثيرة، يوم بعد يوم في تعديلات في تغيرات، خلينا نوضح بخصوص هذا الموضوع، في تغيرات جديدة بموضوع العلاج، في علاجات حديثة، ممكن يكون الموضوع نقدر نعالجه من خلال الأدوية، شو بتحب توضح؟ هلا في شغله، هو العلاج بشكل دوائي لوكال لحاله غير كافي. بس مثلا في عندنا العلاجات البديله في حال نقص الخصوبه عند الرجل او عند المراه باستخدام الخلايا الجذعيه او عوامل النمو. هدول طرق خاصه للعمل فيها، يجب ان تجرى بطريقه حساسه وفريده لكل امراه حتى نحصل اكبر عدد من البيوض او نحصل اكبر عدد من النطاف. لكن هذه كلها حاليا في مراحل التجارب. مكلفه دكتور كمان، مكلفه بس بس ما في حل ثاني، يعني تكون احنا عندنا في ضعف مطلق للنطاف او ضعف مطلق للاباضه فتخضع المراه للتجربه. لكن اكدي كلمه واحده، انا حكيت للتجربه وليس العلاج، حاليا كلها تجارب. هي انا بركز على احنا اليوم ما انا رايحين للشفاء، لا تجربه 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 في ارقى الاماكن في العالم ما بتتجاوز 10%، وهذا الشيء اكيد. يعني اليوم قديش تمرق عليك حالات يعني بتشوفها من خلال عملك، يعني شاب او صبي بالنهايه هذا حلمهم يكون اليوم عندهم هذا الطفل، قد ايه اليوم حضرتك كطبيب العامل النفسي بتحاول انك هيك تشجعهم تعطيهم هيك دفع للامام انه الامل موجود اكيد. يعني هلا في شغله لك اياها، دائما نحن الانسان قاصر وكل الفلسفات قالت ولن تنفذوا الا بسلطان، والسلطان هو العلم. فالعلم نحن عم نكتسبه مع تطور الحياة، فيجب أن يكون هناك في أمل دائما، دون أمل ما فينا نعيش نحن. قد ما كانت الحالة ميؤوس منا في أمل. في لحظة بتكون فيها الطبيعة تنتصر على الإنسان فيها.
بس إمتى ما بعرف صراحة أقول لك إياها. ومرقت حالات طب كثير دكتور في حالات. إنه صار في حامل بدون تدخل طبي بعد عجز خلينا نقول عندي في حالات كانت مجهزين لمثلا طفل أنبوب عملنا لهم تنظير عملنا لهم خلايا جذعية عملنا لهم كذا بعدين إجتني حامل بدون ما أعمل لها طفل سبحان الله. يعني أنت إذا بتتوقفي هيك تتفرجي على المعطيات اللي عندي ما لازم يحدث هالشيء هذا. تمام دكتور بس هيثم. بس القدرة الإلهية يعني. أكيد. دكتور هيثم خلينا هيك نعطي نصائح أخيرة اليوم لكل الصبايا والشباب عن أهمية الفحوصات المبكرة وما نهمل يمكن أي عارض أو أي مشكلة ممكن تكون موجودة عندنا. هلا في شغلتين هنين أهم شيء لكل فتاة أن تهتم بحالتها الفيزيولوجية التي تستطيع هي أن تضعها تحت الكنترول يعني تحت سيطرتها وهي الدورة الشهرية وأعراض الأنثوية. إذا شافت فيهم أي شيء مو صحيح يجب أن تراجع طبيب. وعلى المرأة يعني ليش بخص بحديثنا الامرأة لأنه الرجل لحتى يبين هذا الموضوع بيكون في عنده تحليل. أما الامرأة في الحالة الظاهرة تبعها بتعكس الواقع تبع الفيزيولوجية. أنا بنصح كل مريضة أن لا تخضع للتحريض اللي عم تخضع له وبطرق غير صحيحة لأنه الخسارة هي من ناحيتها وليس من خسارة من ناحية أخرى. التحريض يتم بالوقت المناسب وفي اللحظة المناسبة لأنه كل امرأة إذا جهازها التناسلي سليم كل شهر عندها إباضة. الموضوع الثاني اللي ما بحبه أنا هلأ صاير كتران كمان للأسف الشديد إنه بدنا صبي ولا بدنا بنت للأسف الشديد هذا كتير كمان هلأ مو صح قال بيعملوا تحريض بياخذوا إبرة تفجير بطريقة معينة بتجيب صبي. للأسف الشديد أنا كأستاذ جامعة ومدرس المادة وكذا ودارس بأكثر من دولة ما في هيك شيء للأسف الشديد. طبعا احنا انا دائما بقول له لمرضاي جيب لهم مثل بيع يا نصيب ببيع يا نصيب وفي واحد عندي يربح واثنين عندي يربح وعشرة عندي يربحوا بس مو المليون بطاقه بتربح بس ولكن شائعه هاي القصه والاطباء يعني في اطباء اللي يقعدوا عليها وهذا غلط وحسب النظام الغذائي ما مشتقات حليب بتفاعل لا يوجد في هيك شيء بالمره للاسف الشديد هنن اثنيناتهم الخير صبي او بنوته المهم مثل ما بيقولوا الخلقه التامه هو اهم شيء الانجاب صحيح تكون ام سليمه وطفل سليم أكيد دكتور إن شاء الله هيك الله لا يحرم هالنعمة لحدا بنشكر حضورك لليوم وأكيد بالصحة والسلامة لكل حدا عم يحضرنا لليوم أكيد نصائح طبية جدا مهمة بنشكر وجودك معنا لليوم الدكتور هيثم عباسي اختصاصي أمراض النساء وجراحتها ومعالجة العقم أهلا وسهلا فيك دكتور شكرا كثير لكم يا صبايا وكل عام تبخير مرة ثانية وكل سنة سالمة والأهل بلد جميع أهلا وسهلا